طلعي النهارده واحد في بتاع روكسي يقول اللي واقفين في روكسي، الميدان، ايه حكايه الميادين في مصر النهارده يا اللي استاذ يقول في جورج؟ الميدان، اللي يقول في اصل اللي واقفين في ميدان التحرير ده بيقبضوا من بره ومن اسرائيل وبتاع، ده جزمه اي واحد فيهم برقبته. لا ما احنا هنقول برضو، ما هو يتجزأ. ما ايه حكايه ينفعش الميادين في مصر تخوين، النهارده؟ اسمع يا استاذ، تخوين الوطنيين لا يليق. اذا انت راجل وطني وعندك وجهه نظر انا بحترمها على عيني، لكن هتخون الاخرين ده خط احمر وهنتصدى له وهنمنع الكلام يا ده. لا لا لا، طب تقييمك لما حدث في ميدان روكسي اليوم؟ ميدان روكسي دول ناس ما اعرفش جايين منين، انك بس احنا من انا الاغلبيه الصامته. انت عارفه نعم انا يا جاي، اخي، دي اغلبيه. هم استنى بقى، هم اغلبيه قالوا ايه؟ كده. اغلبيه استني بقى، استني ايه؟ استنى يا عاوز اقول لك حاجه، دول شويه 300 400 واحد، اسمعوا كويس قوي. وكل اللي قالوه كمطالب هي مطالب التحرير. الحاجه الوحيده اللي قالوها زياده، اسفين يا ايه يا مجلس يا عسكري. عددهم اللي بيقول اسفين يا مجلس عسكري، في قدهم 100 واحد بيحترموا المجلس العسكري في التحرير. طبعا. فدول ضروا المجلس العسكري، ودول اغلبيه صامته، دول اغلبيه صامته. لا هما كاتبين كده، دول طب ايه 300 المشكله ما 400 واحد؟ اسفين يا مجلس؟ أنا يعني ايه المشكله؟ لا ما يعني عندنا، في محمد محمود اسفين يا ريس، وفي روسكي اسفين يا مجلس، ولا مصطفى محمود اسفين يا ريس واسفين يا مجلس. لا لا بس انا عايز كام واحد، استنى يا جورج، الكام واحد اللي قالوا اسفين يا مجلس؟ عندنا في الميدان التحرير 100 واحد، 100 مره عددهم يحترموا المجلس العسكري. طيب يبقى اذا مش مشكله ما يقولوا اسفين يا مجلس العسكري. لا لا لا، المشكله انهم يتهموا اللي في التحرير ان هم قابضين فلوس. دي بالظبط زي الثوره المضاده اللي قالت كنتاكي ودولارات، دول مصيرهم جهنم وبئس المصير.